الجزائر وترحب بضيوفنا كلهم باسمه وشخصه. كلنا نعرف ان الجماهير عبر كل قطر وطني راهي مقتنعه ببرنامج رئيس ببرنامج مرشحنا، كونه مارس في عهدة اولى هذه المسؤوليات وتعهد في تعهدات كتابيه، تعرفوا الكتيب بتاعو 54 تعهد ملزم، اعتبره ملزم له ونفذها وجسدها. والدليل على هذا هو ما نعيشه اليوم. الجزائر تاع 24 مش الجزائر تاع 2019. المواطن اليوم ما بقاش يعيش المحن تاع 2019. ربما مر من هنا ممكن قدم عرضه لكم، انتخبتموه كما انتخبه باقي الوطن. اليوم احنا حابين باش يواصل المسيره هذه، لان اكتشفنا فيه الرجل المخلص، الرجل الصادق، الرجل الذي عندما يعيد ينفذ. في الاخ عبد المجيد تبون مرشحنا الحر لهذه الرئاسيات هو احد ابناء الاوراس البرره، هو احد ابناء الاوراس البرره الذين سجلوا بصماتهم، الذين سجلوا بصماتهم في تاريخ ولايه باتنا. إننا بلا شك نتطلع مع المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للعمل من أجل ضبط رؤية استراتيجية بعيدة المدى للتنمية الشاملة والمستدامة تهدف إلى الارتقاء بالبلد إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، كما نتقاسم معه أيضا انشغاله والتزامه بالعمل بالصدق من أجل الاستجابة لمطالب فئات الشعبية المتعلقة بالشغل والسكن والصحة والتعليم الجيد والحياة الكريمة. جاب التزامات في 2019، التزام يعني وضع يعني على روحه، قال انا التزم امام الشعب الجزائري باه نطبق الالتزامات 54 على دي 54 تيمنا بالثوره.